إلى موضوع آخر، تنقلت كاميرا النهار لمنزل المجاهد الراحل الأخضر بغرارة المدعو بوعزة الذي وافته ألمانية في الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس الأربعاء بولاد ميمون في تلمسان عن عمر ناهز 84 سنة. الفقيد من مواليد 31 مارس من سنة 1934 بابن سميل في تلمسان، فإلى جانب نضاله الثوري بالمنطقة الخامسة يعد المجاهد الراحل أحد مؤسسي سلاح الدرك الوطني الذي التحق بصفوفه في أول دفعة. جثمان الفقيد وريثنا ظهر أمس الأربعاء بمقبرة ولاد ميمون. أمين مسعودي. طلع الجبل في 58، ومن بعد الاستقلال انخرط مباشرة. كانوا خيروهم بين يبقوا في الجيش ولا يدخلوا الدرك الوطني. هو من بين الدفعة الأولى اللي دخلت للدرك الوطني اون 62 بعد الاستقلال. الدفعة الأولى كيخيروهم اون 62 حتى 65، كان في تيزي وزو فوتها. من 65 لعام تما 65 فوتها في تمرست. قول حتى 67 فوتها في بشار. من 67 حتى اللي خرج فوتها في بلعباس، من بين لي فونداتور من 62. وكنت وريت لكم لا فوتو تاع تاني تاع الزميل تاع تاني في الاخر، بين لي فونداتور تاني هذاك سي عمر حسين. هذاك تاني، هذاك راه في المدية، راه عاد على قيد الحياة.